بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، محاضرتنا لمادة نيول اوبريشن لهذا اليوم هي محاضرة تطبيقية لموضوع الباث ابزوربشن اللي تم التعرف عليه بالمحاضرة السابقة. في هذا الجزء من المحاضرة راح ناخذ two examples، وأيضا يوجد جزء ثاني أيضا يحتوي على two examples. نحاول في هذا الجزئين من المحاضرة راح نطبق جميع القوانين التي تعرفنا عليها بالمحاضرة السابقة، وأيضا نحاول أن نحل جميع المتغيرات المطلوب إيجادها، وكذلك المتغير الأساسي في هذا الموضوع هو إيجاد طول الحشوات الموجودة في داخل العمود. الإكزامبل الأول in a tower 0.254 meter in diameter، هذا هو مطينا diameter للعمود. absorbing acetone from air at 293 كلفن and 1 اتموسفير. هنا يقول لنا بانه احنا عمليه هسه عندنا عمليه امتصاص للاسيتون باستخدام للاسيتون اللي هو موجود على شكل غاز ضمن ضمن الهواء، درجه حراره 293 وضغط 1 اتموسفير. ايش راح نستخدم لعمليه الامتصاص اللي راح يسحب لنا الاسيتون من الهواء؟ راح نستخدم بيور ووتر. هذا البيور ووتر هنا من هذا الكلمه راح نعرف فد قيمه معينه اللي هي الاكس توب. هنا الاكس توب معناتها قيمتها يساوي لنا صفر، هذا قيمه الاكس توب. الاكس توب هنا قيمته صفر، ليش؟ لانه قايل شنو بيور ووتر يساوي لنا صفر. The following experimental data were obtained. راح يعطينا هاي الداتا راح نحاول هنا. أول شيء height of packing 4.88 متر، هاي يقصد بها هنا، هاي هو معطينا قيمة الزت، هذا هو قيمة الزت، هذا قيمة الزت هو معطينا إياه. إذا نريد نشوف بعد هو شو يريد راح نشوف بعدين. inert gas flow rate 3.3 كيلومتر air per hour. إذا معناتها هذا غاز فلوريت المطيني، هذا قيمة من هو جي، هذا قيمة جي. مول فراكشن اوف انلت غاز، المول فراكشن اوف انلت غاز، انلت غاز معناتها هذا شنو؟ هذا واي باتوم، واي باتوم. مول فراكشن اوف اوتلت غاز، هذا واي توب. بيور ووتر فلوريت، هذا معناته قيمة ال L. مول فراكشن اوف اوتلت ووتر، هذا معناته قيمة ال XB اوتلت ووتر. اكوليبريم اكويشن مطينا اياها، هاي الديتا مطينا، اذا مطينا نشوف من الديتا مطينا اياها، مطينا X توب X باتوم، Y توب Y باتوم، مطينا G، مطينا L، كل المعلومات مطينا اياها. فهسه راح نشوف احنا ايش طالب من عندنا بالسؤال. هذا هو مطالب السؤال وهي اربع مطالب. المطلوب الاول overall mass transfer coefficient، overall mass transfer coefficient يعني هذا شنو mass transfer، يعني K هذا الكوفيشنت، بما انه دا يقول لك gas، بما انه دا يقول overall، overall O gas G in gas phase and HETP. هذا أول مطلوب، أول مطلوب بمطلوبين. المطلوب الثاني minimum liquid flow rate، يعني L داش يسموه minimum، هذا المطلوب الثاني. and percentage of excess liquid used، يعني الألفا اللي يربط بين ال L over G minimum ويا ال L over G operated. ثالثا يريد علاقة تربط بين من وبين من، بين ال HTU height of unit gas و height of unit K liquid، فالعلاقة تربط بيناتهم. المطلوب الرابع وهذا مو أهم مطلوب وإنما فكرة جديدة، هذا السؤال كله أول مرة أخذناه على شكل هو شنو عندنا packed absorption. هسه يقول لك إذا استعملت plate tower، يعني النوع الأول اللي هو plate absorption، إذا استخدمناه نفس المعلومات السابقة ايش طالب من عندنا؟ إيجاد number of stage تحليليا وبالرسم.
هي أربع مطالب طالبها من عندنا. أول مطلوب من عندنا هو ايش طالب من ايش رايد من عندنا؟ رايد من عندنا الماس ترانسفير كوفيشنت اوفر اول بالجاس فيز، يعني نريد الكي او جي. الكي او جي عادة وين موجود؟ الكي او جي ضمن السؤال. الكي او جي موجود هنا ضمن هذا الحد، لان الاتش تي يو شو يساوي لنا ضمن هذا الحد؟ الاتش تي يو كي او جي او جي ام على كي او جي اي اس توتال بريشر. اذا موجود الكي او جي ضمن الاتش تي يو، اذا لازم اني اوجد الاتش تي يو بالبدايه. زين من اوجد الاتش تي يو لازم اني عندي زد وهو مطيني على الزد، ولازم عندي الان تي يو. الان تي يو انا ما عندي، اذا لازم بالبدايه لازم اوجد الان تي يو. الان تي يو طلاب هو هذا قانونه، الان تي يو هذا قانونه اللي احنا نعرفه كاوفر اول كاي ان تي يو يو باتون ناقص يو توب على لوج المين للدرايفنج فورس للمول فراكشن كواي. بس هنا يختلف المول فراكشن كدرايفنج فورس للواي حسب طبيعه هذا، اذا كان انديفيدوال او نحكي هسه على الموجود. اذا كان اوفر اول راح موجود شنو؟ الستار. اذا ماكو اوفر اول انديفيدوال هذا الستار ما موجود ويصير بداله اللي هو واي اي. بس مو هنا طبعا المكانات راح تختلف للواي. احنا هسه عندنا اوفر اول، فالاوفر اول هذا موجود هنا. الواي باتوم واي توب الموجوده بالبص مطينيها بالسؤال. عندنا فقط المقام هو بإشكالية لازم نحسبه. هذا الكسر المقام شلون يحسب؟ ضمن هذا القانون. هذا هو القانون. فهذا القانون ثابت طلاب، اللي هو y ناقصا y ستار كلوج المين شو يساوي لنا؟ y bottom ناقصا y bottom ستار ناقص y top ناقصا y top ستار على لين، نفس الكسور الموجودة على البص بس راح تتحول إلى شنو؟ إلى كسر. y bottom ناقصا y b ستار على y top ناقصا y top ستار. لاحظ بهذا الكسر ككل بأنه يحتوي على أربع متغيرات اللي هي y bottom, y bottom star, y top, y top star. y bottom, y top احنا مطينيها بالسؤال، هاي مطينيها بالسؤال. المشكلة وين عندنا؟ هذا اللي مطينيها بالسؤال. عندنا ال y b star و ال y t star اللي هي y bottom و y top. منين نجيب هاي القيم؟ منين نجيب اي شيء بي ستار واي باتوم او واي توب ستار؟ منين اجيبه؟ اعتمد على معادله المطينيه الاكوليبريوم. معادله الاكوليبريوم شو تقول؟ 1.75 اكس، هاي مطينيها بالسؤال. اوكي، انا ايش اريد؟ اريد الباتوم. من اريد الباتوم معناتها الاكس لازم ايضا شيء يكون من اريد اعوض عنه الباتوم. بما انه رايد الواي باتوم ستار اخليه لستار، الاكس ما اخليه لستار. اذا انا من اريد اوجد الواي لازم انا عندي الاكس. من اريد اوجد الواي كباتوم لازم عندي الاكس كباتوم، يعني اخلي الاكس باتوم واوجد الواي باتوم. من اريد اوجد الواي باتوم ستار الاكس بي ما اخليه لستار. الاكس باتوم مطينيها بالسؤال فوجدت الواي باتوم ستار. نفس الحالة طلاب بالنسبة لمن؟ للواي توب. الواي توب من اريد اوجدها الواي توب شو يساوي لنا؟ 1.75 اكس توب. انا اريد واي توب ستار اخليه لستار، الاكس توب ما اخليه لستار، والاكس توب مطيني اياه بالسؤال فراح اوجد قيمة الواي تي ستار. من اجي وجدتها ضمن العلاقات الموجودة هاي قدامكم، انا وجدت قيمتها. وجدت قيمة ال y top star، ولاحظنا هنا ال x top صفر لأنه pure water فيطلع ال y top star صفر. بالنسبة لل y bottom أعوض عن قيمة ال x bottom، قيمته مطنياه هو بالسؤال راح يطلع ال y b star. صار عندي القيم كلها، أجي أعوضها بالقانون للوج المين فوجدت قيمته هذا. أخذ هذا القيمة وين أرجع أعوضه؟ ارجع اعوضه بالقانون الرئيسي
اللي هو لإيجاد قيمة الـ NQ. من عوضت هنا فصار عندي قيمة الـ NQ 4.485. NQ صار عندي اللي هو هذا، هذا الـ NQ هسه وجدته، والزيت مطيني اياه بالسؤال، هذا الزيت بقالي الـ HTU، بقالي الـ HTU. فأعوضه بالقانون فوجدت قيمة الـ HTU. أنا ليش وجدت قيمة الـ HTU؟ لأنه طالب هو من عندي بالسؤال قيمة الـ KOG، طالب من عندي قيمة الـ KOG. لأن الـ HTU شو يقول؟ السائل من قيمة الـ HTU قانونه GM على KOG AS B total. فالـ HTU أنا وجدته، الـ HTU أنا وجدته هسه. GM مطيني اياه بالسؤال اللي هو فلوريت للغاز. الـ KOG عادة طلاب دائما يطلعوا ويا من؟ ويا الـ A. من يريدون يطلعوا طلعوا ويا الـ A. الـ S هي شنية؟ هي المساحة المقطعية كمساحة للمنوى للكولوم اللي تساوينا باي على 4 دي تربيع. والبي توتال اللي هي 1 اتموسفير مطيني اياه بالسؤال. فالملاحظة مهمة ودائما يسألون عليها الطلاب، فنوبات البي توتال ما يعطينا اياها بالسؤال. فدائما نعوض عن البي توتال في حالة إذا احنا نحتاجها بالحل، مو هو طالبها. في بعض الأحيان هو يطلبها فتبقى مجهولة. أما إذا هو ما طالبها وتحتاجها بالحل بالسؤال فدائما يعوضوها عن قيمتها 1 أتمسير. أوكي؟ فنعوض كل شيء موجود، يبقى فقط عندي المجهول اللي هي KOGA، فوجدت قيمة أول مطلوب بأول فرع من الكالكوليشن. المطلوب الثاني من أول فرع مطلوب هو قيمة الـ HETP. الـ HETP كما عرفنا بأنه إلى قانون يربط ويا من؟ ويا الـ HTU مضروب في القوس لين، مضروب هذا اللين قوس اللي هو MGM على log المين، على MGM على log المين هو نفس الموجود فوق، ناقصا 1. الـ HTU هنا أني وجدته اللي هو هياته هو نفسه هذا. الـ MGM على LM، الـ GM مطيني اياه بالسؤال والـ LM مطيني اياه بالسؤال، يبقى لي الـ M. الـ M هو الميل مال الـ equilibrium equation. هاي المعادلة هي الـ equilibrium equation مطيني اياها بالسؤال، فهذا هو الـ M. أوكي طلاب؟ هذا هو الـ M. بالإضافة فد معلومة بسيطة، هذا هو شنو؟ هذا مقلوب الـ absorption factor 1 على A. نعود بأنه كل شيء متوفر عندي، راح أوجد قيمة الـ HETP. هذا أول مطلوب. المطلوب الثاني هو إيجاد قيمة الـ L minimum وبالإضافة طالب الألفا اللي هو الـ excess. الـ L minimum يعني minimum liquid flow rate. عندنا قانون يقول الـ L minimum هو شو يساوينا؟ L minimum على G minimum، L على G minimum هو عبارة عن شنو؟ Y bottom ناقصا Y top على XB star ناقصا XT. أوكي؟ أنا من أريد أطلع الـ L minimum لازم عندي أقل ما يمكن أذني كلهم موجودات، وهذا مطيني إياه بالسؤال أيضا. GM الـ YB مطيني إياه بالسؤال، الـ X top مطيني إياه بالسؤال، الـ X الـ Y top والـ X top مطيني إياه بالسؤال، بقالي فقط الـ XB star. قلنا إحنا دائما أي شيء star من أوجده؟ أوجده من الـ equilibrium equation. عادة الـ equilibrium equation مثل ما قلنا الـ Y شو يساوي؟ لما مطيني إياه هو بالسؤال equilibrium equation 1.75X. أنا شريد XB star. إذا هذا XB لازم الـ Y شو يكون؟ XB. بما أنه يريد هو XB star، إذا الـ YB ما يصير بـ star. إذا من أريد الـ XB شو يساوي لنا الـ XB؟ الـ XB يساوي لنا YB على 1.75.
إذا ضمن هاي المعادلة ال XB star شي يساوي لنا YB على 1.75. ال YB مطيني إياه بالسؤال اللي هي 0.015 على ال 1.75. هاي موجودة هنا. هذا هو هذا منين جاي؟ جاي من الإكوليبريم إكويشن. هاي جاي من الإكوليبريم إكويشن. ناقصاً الإكستوب إحنا نعرفه صفر لأنه بيور ووتر. فطلعت قيمة هذا الكسر 1.668 هي قيمة من هو L على G minimum. L على G minimum. L على G minimum إذا أضربها في G minimum يعني 1.668 هذا إذا أضربها في G الفلوريت مال الووتر راح يطلع يبقى لي فقط ال L. فهذا ال L over G في G الفلوريت مال الغاز راح يطلع لي ال L minimum اللي هو اللي يطلبه من عندنا بالسؤال. المطلوب الثاني من الفرع الثاني هو يريد ال excess. هذا ايش قد قيمته؟ عندنا علاقة تربط بين ال L over G operating يساوينا الالفا L over G شنو minimum. ال L over G إذا هذا مجهول لازم أنا عندي هذا معلوم وعندي لازم هذا معلوم. زين. ال L over G ال L مطينيها بالسؤال وال G العفو جته هسه لو مطينيها بالسؤال لا هذا أنا ال L موجود هنا هذا هو مطينيها بالسؤال. لعشان ال L وجدته هذا في حالة المينيمم. ال L هنا في حالة اللي هو مطينيها بالسؤال وال G مطينيها بالسؤال. ال L over G هذا هو نفسه اللي وجدته هسه هاي هذا فيبقى لي الالفا. من طلع لي الالفا ايش قد طلع لي الالفا 1.63 الستاندرد واحد. فاذا الاكسس ماتي ايش قد 0.63 يعني معناته 63% هو 1.63 الواحد هو الستاندرد والزيادة حتكون 63% هاي الزيادة. فهاي معناته من كتب القيمة الهاي تنكتب 63% اكسس 63% اكسس. المطلوب الثالث من هذا السؤال هو إيجاد علاقة رياضية تربط بين من وبين من بين ال HTU غاز وال HTU liquid. يريد علاقة رياضية. ضمن اللي أخذناه سابقا بالمحاضرة السابقة ال HTU غاز وال HTU liquid أكو علاقات رياضية تربطها حسب نوع السيستماتي. راح ياخذ اللي هو ال HTU overall غاز ايش يساوي لنا HTU gas زائدا ال HTU liquid مضروب في ال MgM على L. ليش اخذ هاي؟ لانه انا بالسؤال اديك الساعة وجدت قيمة من هو ال HTU over all gas فاخذت هاي العلاقة لان هاني هذا عندي. ونجي على اخر حد اللي هو هذا ال M عندي وال G عندي وال L عندي يبقى فقط اللي هو دي طلبة العلاقة الرياضية بيناتهم. فنعوض بالأرقام اللي نعرفها ونخلي الـ HTU غاز بصفحة والبقية بصفحة كلها بيناتهم يساوي. هاي هي العلاقة اللي تربطهم. هي فقط يريد يشوف العلاقة اللي تحت تستخدمها كسيستم مالتك. فأنت تستخدم الـ HTU للـ overall gas اللي هي تربط الـ HTU للـ individual gas والـ HTU للـ individual liquid وتربط بين من ال HTU individual gas زائدا يعني تربطها ك HTU للليكويد. هاي هي اقصد بها الايجاد فد علاقه رياضيه تربط بيناتهم. المطلوب هو المطلوب هنا في الفرع الرابع هو ايجاد عدد الصواني في حاله استخدمنا plate absorption column بدل ما نستخدم هذيك الساعه اللي هو packed كولوم.
plate absorption column مثل ما أخذنا سابقا بأنه نوجد عدد الصواني بثلاث طرق. أول طريقة هي باستخدام الرسم، ثاني طريقة باستخدام القانون، ثالث طريقة باستخدام الشارت. فطالب من عندنا بهذا الفرع هو استخدام الرسم والقانون تحليليا. فإحنا راح نبدي أول شيء باستخدام القانون اللي هو هذا القانون اللي إحنا أخذناه سابقا، ماخذيه سابقا وحلينا عدة تطبيقات عليه، اللي هو هذا الـ N. هذا الباراميتر الموجود به هو لإيجاد قيمة الـ N لازم إحنا نعرف قيمة الـ YB، أي هذا مطينا أيضا هو بالسؤال، والـ YTOP إحنا هذا مطينا بالسؤال، الـ M اللي هو الـ Mail of Equilibrium Equation مطينا بالسؤال، الـ XTOP أيضا عرفنا لأن Pure Water يساوي صفر. قيمة الـ A وجدناهن، الـ A عادة هو شو يساوي لنا الـ A؟ L على M في G. الـ L هو الفلوريت للليكويد، والـ G هو الفلوريت للغاز، والـ M مثل ما نعرف هو الميل للإكوليبريم إكويشن. كل شيء متوفر عندنا، راح نطبق الأرقام بهذا القانون، راح نوجد قيمة الـ N يساوي لنا 4.74. مثل ما قلنا بأنه لازم عدد الصواني يكون عدد صحيح، فراح نقربه إلى الخمسة لأنه عندي هاي سبعة، فطلع عندنا عدد الصواني خمسة. أكو طريقة ثانية هنا، بما أنه إحنا دنا نشتغل بالباكت كولوم وإحنا ماخذين سابقا التري كولوم، راح نقدر نربط مثل ما قلنا سابقا، نقدر نربط هالنوعين من الأبزوربشن كولوم بقانون اللي هو قانون للـ HETP. هذا القانون للـ HETP شو يساوي لنا؟ شو يقول؟ الـ HETP الـ High Equivalent to Theoretical Plate هو هاي يقصد بها الـ HETP، أضربها في عدد الصواني شو يساوي لنا؟ ارتفاع الحشوات اللي هي Z. أنا الـ HETP طلعته ذيك الساعة، والـ Z أصلاً مطيني إياه بالسؤال، فشو بقى لي؟ عدد الصواني اللي أنا داريدها، عدد الصواني اللي أنا داريدها، وبالتالي الـ N شو يساوي لنا؟ 4.88 اللي هي هاي شنو 4.88 اللي هي هذا قيمة منو؟ قيمة الـ Z على قيمة الـ HETP طلعت ذيك الساعة 1.34، شو راح يساوي لنا؟ 3.6 أقرب إلى 4 تري. هذا أكو اختلاف بين الطريقة الأولى بهذا القانون وهذا القانون، هو اختلاف سيكون جدا بسيط، هو نتيجة وضع هذا القوانين والفرضيات اللي فرضوها عند وضعها. هاي الطريقة الأولى اللي هي الطريقة التحليلية. الطريقة الثانية هي طريقة الرسم، وإحنا أخذناها سابقا وحلينا مثل ما قلنا عليها. طريقة الرسم أنا لازم أحلها هي شنية، بأنه لازم أوجد two lines، واحد equilibrium line والثاني هو شنو؟ operating line. فنجي على شلون راح نرسم. بما أنه بالسؤال هو مطين equilibrium equation، مثل ما قلنا إحنا شو راح نسوي؟ راح نفرض أحتاج إلى قيم للإكس والواي، نفرض الإكس يطلع لنا واي، الإكس أفرضه صفر يطلع لي الواي صفر، الإكس أفرضه 0.005 يطلع لي الواي، منعوضه هنا يطلع لي الواي 0.0087 وهكذا. راح أبدي أفرض قيم متساوية الأبعاد بيناتهم إلى أن أوصل إلى هاي القيمة. عادة هاي القيمة مثل ما قلنا سابقا تكون أكبر بقليل من قيمة منو؟ أكبر بقليل من قيمة الـ XB، لأن قيمة الـ XB هنا ايش قد قيمتها؟ 0.00362. فإذا نستخدم هاي القيمة أكبر من قيمة الـ XB بقليل راح تطلع لي قيمة الـ Y. هاي القيم أحتاجها في رسم منو؟ الإكوليبريم لاين. أما اللي أحتاج الأوبريتنج لاين، أحتاج نقطة تتكون من الإكس توب واي توب، ونقطة تتكون من الإكس باتوم واي باتوم. وهاي الأحداثيات أنا عندي بالسؤال مطيني إياهن، فأبدي راح أرسم. هنا مثل ما نلاحظ بأنه بيتكون من الإكس اكسس والواي اكسس. الاكس هو المول فراكشن للغاز ان ليكويد فيز، والواي هو مول فراكشن اوف غاز ان غاز فيز. نقسم بانه راح نقسم الرسم، نبدي بالاكس اكسس هذا صفر،
راح ابدي ارسم اول شيء الاكوليبريم. الاكوليبريم عندي 0 0 وراها عندي 0.05 اللي هو هذا. اول شيء خل اقسم الاحداثيات. الاحداثيات على الاكس راح نقسمه 1 بالالف 0.001 0.002 0.003 0.004. اما هنا راح نقسم ايضا هنا من 1 بالالف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حيصير هنا 0.01. وهكذا هنبدي بالإكوليبريم لاين 0.005 اللي هو هنا ويا من ويا 0.087 يعني تقريبا هنا. هاي أول نقطة. ثاني نقطة اللي هي 0.01 و0.0017 هنا. بعدين 0.015 0.026 5.026 بعدين 0.035. تقريبا صار عندنا 4-5 نقاط وهو يطلع دائما لاين، فتقدرون تجروه رأسا مباشرة هكذا. نجي هنا هذا هو من هذا الإكوليبريم لاين. نجي على الأوبريتنج لاين، أنا أحتاج الإكس توب واي توب لأن هي أقل من الباتوم. الإكس توب واي توب، الإكس توب صفر، الواي توب عندنا 0.07 يعني تقريبا هنا. هذا هي هاي النقطة هي إكس توب واي توب. وراها عندنا اللي هي بالنسبة لمن؟ للإكس باتوم واي باتوم. إكس باتوم 0.036 يعني تقريبا هنا ويا من؟ ويا الواي باتوم. الواي باتوم يعني تقريبا فوق كلش عالية، فهي ما راح تأثر وين ما تكون قيمتها نقول هذا. فنجر خط مستقيم، هذا هو. طبعا هاي المنطقة هي ما توصل بالحاسبة ما تاخذها، فهذا الاوبريتنج لاين. فدائما من هاي النقطة الاعلى شيء اللي حصلناها انزل، هاي قلنا هاي من هو هذا؟ هذا الاكس باتوم واي باتوم. من هاي النقطة دائما انزل عمودي، بعدين اخذ شنو؟ افقي. ان عمودي ينزل عمودي، بعدين اروح شنو؟ افقي، بعدين انزل عمودي. طبعا هاي صينية، هاي الصينية الاولى، بعدين اخذ افقي، حصلت على الصينية الثانية، اخذ عمودي بعدين افقي، هاي الصينية الثالثة عمودي افقي. تقريبا اذا وصلت تقريبا لهذا معناته حصلت 4 صواني. هاي احنا الطريقة ما اخذيها سابقا، بس اريد نعلمكم شلون نربط بين الباكت والبليت تاور. هاي حصلنا على 4 صواني مثل ما هو موجود. هذا السؤال الاول. نجي على السؤال الثاني اللي هو gas from petroleum absorption column has H2S concentration to be reduced from 0.03 kmol to 1% of this value
by scraping with TE solvent. عندنا غاز متكون من البتروليوم يحتوي بداخل في داخل هذا الغاز يحتوي ايضا مادة ال H2S. هاي اريد احنا نقلل من تركيزها. هاي المادة راح تدخل ويا الغاز بتركيز 0.03. هاي ال 0.03 هي عبارة عن شنو هنا يقصد بيها؟ قيمة من هو؟ قيمة ال Y bottom. هاي Y bottom. هاي ال Y bottom اريد نقللها الى 1%. راح تطلع ولا على قيمتها 1% من ال 0.03 باستخدام سولفنت من نوع ال TEA. هذا السولفنت راح يدخل شبيه هذا السولفنت راح يدخل free from H2S. هاي الكلمة free H2S يقصد بها ال X top قيمتها صفر لأنه free يقول لك ما بي هذا السولفنت راح يدخل من أعلى البرج ما بي H2S وراح يخرج يحتوي على 0.013 كيلو مول. هذا يقصد بي X bottom. هذا هو ال X bottom. The flow rate of inner gas هذا هو G 0.015 كيلو مول على متر تربيع S. And the gas phase resistance controls KOG يعني mass transfer coefficient overall كغاز وياها ال A small دائما يعطينا اياها تقريبا مطينا 0.04. مطينا قيمة الإكليبريوم إكويشن Y يساوي لنا 2X. المطلوب إيجاد قيمة الـ Z. مطلوب إيجاد overall NTU gas phase. overall NTU gas phase. كل القيم الموجودة كمول فراكشن دي يقول لك بهي مول ريشيو يعني للدربة فهي تأخذها مثل ما هي. بس أكو فد علاقة بأنه تنتبه على هاي العلاقة اللي هي 0.03 دي يدخل الغاز Y bottom راح يخرج فقط 1% من الأعلى من هاي الـ 0.03. فشلون راح نبدأ نحل لإيجاد قيمة الـ Z والـ NTU. نلاحظ هنا بأنه طالب من عندنا قيمة الـ NTU وقيمة الـ Z. احنا عندنا قانون واحد هو اللي يربط بين الـ NTU والـ Z والـ HTU هو دائما هو هذا القانون هنا هذا اللي هو Z يساوي الـ HTU مضروب في الـ NTU. بس هنا ليش أخذنا الـ overall gas الموجود هنا له؟ ليش ما أخذنا individual؟ ليش ما أخذنا overall liquid؟ هنا أخذنا لأنه هو أصلاً طالب بالسؤال من عندنا NTU overall gas وبالتالي لازم أستخدم الـ HTU overall gas فهذا هو القانون. هاي الملاحظة رقم واحد. الملاحظة رقم اثنين بأنه هو قايل بالسؤال بأنه الـ Y bottom الـ Y bottom قيمتها 0.03 ليدخل من أسفل الجهاز. أما من الأعلى راح يصير بعدنا عملية امتصاص وراح تطلع من الأعلى 1% من المادة الأصلية من المادة الداخلة 1% من الأصلية مو معناتها 1% هو راح يخرج لا 1% من المادة الداخلة وبالتالي بأنه الواي توب هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن المادة الأصلية اللي داخلة أو المول فراكشن الداخلي هو 0.03 في 1% هو راح يطلع المادة الأصلية في 1% من المادة الأصلية هذا قيمة الواي توب. فإذا إحنا بأنه أول مطلوب بأنه إيجاد قيمة الـ NTU فرح نوجد قيمة الـ NTU. بس شلون أوجد قيمة الـ NTU؟ أنا الـ NTU هنا هذا هو القانون مال الـ NTU بما أنه دا أستخدم الـ overall gas راح أستخدم هو هذا القانون نفس القانون اللي استخدمته بالـ example رقم واحد وبالتالي أنا ما راح أعطيكم بس القانون والقيمة الأخيرة اللي هي هاي القيمة لأنه نفس التطبيق لذلك المثال السابق رقم واحد فوجدت اللوج المين للمقام هذا أخذه وين عوضه عوضه هنا والواي باتوم والواي توب عندي فرح أوجد قيمة الـ NTU 21.214 هذا الـ NTU هذا وجدته الـ NTU نجي على الـ HTU لإيجاد مقادير قيمة الـ Z فأنا لازم أوجد الـ HTU الـ HTU هو قانون اللي هو هذا الـ HTU شو يقول للـ overall gas GM على KOGAS P total مطيني هو بالسؤال إذا ترجعون للوحدات مال السؤال الـ GM هو إحنا نعرفه دائما هو مول فلوريت إذا معناته عدد المولات على زمن بس مطيني عدد المولات
على وحدة مساحة زمن. إذا الجي ام المطينية هو جي ام على على اس، سوري الجي ام المطينية على اس، والكي او جي المطينية ويا من هو الاي. اوكي، وقال التوتال بريشر مثل ما قلت لكم اذا ما موجود بالسؤال هو نعتبره شنو قيمته حتى كاتبه خفيف، هنا قيمته واحد. فكل شيء موجود عندي بالسؤال وجدت قيمة ال HTU، صار عندي HTU وصار عندي NTU، أضربهن وأعوضهن بالقانون للزت فوجدت قيمة الزت يساوي 8. الفكرة من السؤال ما بأي شيء، الفكرة هي نمطية للسيستم اللي أخذناه بالإكزامبل رقم واحد، بس وين الفكرة مالته؟ الفكرة لأن هو هوايد يخطئون طلاب، مدى يعرفون الواي باتوم واي توب، اكس باتوم اكس توب، فهي فكرته بالواي توب، فكرته بالواي توب. الواي توب مو 1%، افتهموا مره ثانيه السؤال وقروا زين مره ثانيه، فكرته الواي توب هو 1% من المول فراكشن الداخل راح يطلع من الاعلى. اذا الداخل ايش قد عندي؟ 0.03 في 1% في 1 على 100 او 1%، راح يطلع قيمة الـ Y توب. بهذا السؤال طلاب ننهي الجزء الأول، إن شاء الله استفاديتوا وصار عندكم فكرة واضحة. إن شاء الله نلتقي بالجزء الثاني، وأيضا هنالك تطبيقين لموضوع الـ Backed Absorption، وشكرا جزيلا.